عشان اللي هيجرى بينا ما ينفعش يخرج برانا، ولو خرج اللي هيخرجه هيروح معانا في الرجلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد عندنا مسلسلين أهانوا الصوفية بشكل كبير جدا، اللي هو تفاحة آدم والوصايا السبع. أنا بعتقد أنه المؤلفين ما كانوش بس جهلة أو ما يعرفوش حاجة عن الصوفية، بل أنا بعتقد أنهم متعمدين أصلا الإساءة للصوفية. صوروا الصوفية بأن هم ناس مشعوذين وناس بيسخروا الجن وناس ليهم في السحر وليهم في الأعمال وليهم وليهم، وده بعيد كل البعد عن الصوفية. يا كاشف الحجب الأبية وظاهر السر الخفي، افتح لنا باب رضاك وارزقنا من أبواب سماك، افتح لنا سكة خلاق هداية من نور النبي. المفروض مسلسل السبع وصايا يوقف عرضه حاليا الآن، وهو طبعا خطأ كبير جدا انه اساسا يبدأ في عرضه من اصل، لانه احنا قلنا ان الرقابة اساسا اجرمت في حق الشعب المصري وفي حق الصوفية، لانهم ادوهم اصلا التصريح بانتاج هذا المسلسل. تخيلي طلع خادم مسجد بانه هو قواد، تمام؟ دي طبعا صورة مشوهة جدا وغير لائقة. طلع البنت اللي هي قتلت ابوها، او لحد الان واضح لينا ان هي بقت من اولياء الله الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لازم ادور على اخواتي والاقيهم، كل واحد فيهم ياخد وصيته بشكل ما ماتش. ومين ده اللي ما ماتش؟ طبعا احنا عندنا سلبيتين من وزارة الثقافة. السلبية الاولى ان اساسا ادوهم الحق في انهم الموافقة من الرقابة، يعني انهم يقفوا على القصة اصلا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين انهم وافقوا على المسلسل بعد اخراجه. قدال المحبوب منا والبدر حلا. بيطلعوا الصوفية بدور قذر جدا، ان هم ناس بتوع دعارة وناس كوادين، وبيطلعوهم ان هم دجالين ومشعوذين. فده مش من اهل التصوف. اهل التصوف اهل حكم واهل نور واهل بصيرة. جات لك امبارح بعد صلاة الجمعة وقعدت قدامك على الكنبة الرمادية اثناء تلاوتك لايات الذكر الحكيم في سرك. الله 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 الله. مين اللي ورا هذه المسلسلات؟ فين المنتج؟ فين وزارة الثقافة بتاعتنا؟ فين الرقابة؟ أنا بطالب رئيس الجمهورية والنائب العام وأجهزة الدولة إن هم يوقفوا هذا العبث. الصوفيون غاضبون من تشويه بعض المسلسلات التلفزيونية للصوفية. حنان سليمان، حنان أدت دور الشيخة صباح في تفاحة آدم. حنان أهلا بيكي. أهلا وسهلا. دكتورة دعاء عبد السلام المتحدث باسم اتحاد الطرق الصوفية. دكتورة دعاء أهلا بيكي. أهلا بيكي أستاذ بائل. قبل بس ما نبدأ المناقشة، الفريق صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع استجابة لطلب الأم التي كانت معنا قبل الفاصل وطلبت أم شهيد، يعني شايفين الأم المكلومة البسيطة فقدت ابنا، كل ما تطالب به أنه ابنها الثاني اللي بيخدم في الجندية في جنوب سيناء يجي في منطقة قريبة من البيت. الفريق صبحي استجاب لها من خلال البرنامج وأعلن أنه سيقوم بنقل ابنها بالفعل للخدمة في مكان قريب من منزلها ومن المنطقة التي تعيش فيها.
نشكر الفريق صدق صبحي على هذه الاستجابة السريعة، وأيضا نطالب القوات المسلحة لأنه كان معانا أحد أقارب أحد الشهداء وقال أنه الجثمان لم يصل حتى الآن، نتمنى أن كل جسامين الشهداء تصل لذويهم ولعائلاتهم. نبدأ المناقشة دكتورة دعاء، هنا احنا أمام مشهد تمثيلي في النهاية القضية أيضا تكتسب أهمية، لأنه البعض بياخدها أنه ده تشويه لرجال الدين، تشويه للصوفية. ناقشنا ده تليفونيا، بس أنا فضلت أن احنا نعمل مناقشة ربما تكون مفيدة، يعني كيف يمكن أن تتناول الأعمال الفنية بعض المهن وبعض الفئات، لأنه معظم أصحاب المهن غاضبون، معظم التجمعات الفئوية هتلاقيها غاضبة، الصوفيون غاضبون تحديدا لماذا؟ وخليني هنا وانا بتكلم، لانه حنان هتتكلم عن تفاحة آدم ملهاش علاقة ببعض المسلسلات التانية. بداية قبل كلامي بتقدم بخالص التعازي لأسر شهدائنا اللي ماتوا بغدر الإرهاب، وقلبي معاهم وربنا يصبرهم ويصبرنا ويقدر كل مسؤول على انه هو يقدم مسؤوليته اللي هيتسئل عنها قدام ربنا على اكمل وجه. وبتمنى ان العمليات الإرهابية المتكررة والمقصود بيها هز صورة مصر بشكل واضح واسقاط الدولة بوضوح يعني بالضبط، وزعزعة الامن والاستقرار فيها، اتمنى انها تنتهي قريبا وبشكل قاطع مانع، لان بجد يعني الواحد قلبه وجعه واحنا محتاجين نرتاح ان شاء الله. دي بداية ان شاء الله سننتصر على الارهاب المسلح ان شاء الله. نعود بقى الموضوع موضوع الصوفية. طبعا انا يعني بوجه من خلال حضرتك سؤال مباشر لكل كتبنا وادبائنا ومثقفينا، كل واحد فيهم ده ليه دور ان هو بيرسل رسالة موجهة ومباشرة من خلال اعماله في تقديم السلبيات وفي تقديم الايجابيات بشكل متوازي. يعني مش معقول مسلسل من A to Z جايب كل الفضايح وكل ما هو عار في مجتمعنا بشكل فج وبشكل مهين، واحنا في وقت قاتل. يعني احنا دلوقتي مش ملاحقين نحارب ايه ولا ايه، ويا استاذ وائل حضرتك اكيد هتتفق معايا احنا في حرب معلومات، لازم نحارب المعلومه اللي بتجينا من خلال معلومه صحيحه مش خلال تشويه للمعلومه. الصوفيه مش كده، ده رقم واحد. رقم اتنين، حتى لو في الصوفيه ناس، الصوفيه مش الشيخه صباح، أنا يعني الأستاذة حنان يعني فنانة قديرة وأنا بعتز بيها جدا 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 ولها كامل التقدير والاحترام، وأنا لا أعيب على أي فنان بيجسد شخصية خالص، أنا أعيب على الكاتب هو المسؤول، لأن هو في المقام الأول هو صاحب الفكرة، هو صاحب المعلومة. والممثل ما هو إلا هو مشخصاتي، بيشخص الحالة كما ينبغي. لا يعني الممثل كمان عنده وعي، يعني يمكن أن يقبل ولا يقبل يعني. بالضبط، بس هو في الأول وفي الآخر دي شغلته، ده أكل عيشه، يعني هو قد يقبل لقناعات وقد يرفض لقناعات، بس هو في الأول وفي الآخر مش ملام بالدرجة الأولى زي الكاتب. الكاتب ده أنا بعتبره يعني مهنته مهنة مقدسة، المفروض إن هو صاحب قلم، صاحب فكرة، صاحب معلومة. لما نشوف في الصوفية إن هم مطلع، يا أستاذ وائل ما عرفش حيك شفت ولا لأ، إمام خادم مسجد قواد. طيب انت جبت من كل الحلقات، انا متابعاه بالصدفة على فكرة المسلسل لأن أنا بحسي سايكولوجي، انا يعني قعدت اقول هو مدخل الهوس الديني مع الفانتازيا بلغة السينما او لغة الدراما، هو عايز ايه؟ يعني انا عايز اسال الكاتب انت عايز تقول ايه، عايز تحط الصوفية في الحتة دي ليه، وبعدين ليه دلوقتي تحديدا؟ يعني احنا طلعنا من صراعات دينية متفاوتة ومتكالبة كتيرة جدا، ليه الصوفية تحديدا؟ اولا اللي حضرتك اكيد تعرفه ان الصوفية ملهمش في السياسة ولا ليهم أطماع سياسية،
دول ناس كل يعني هم دائما يتهمون بالسلبيه فيما يتعلق بالمواقف يعني السياسيه. يعني هم دول ناس زي ما بيقولوا بتوع ربنا. ايه بتوع يعني ايه بتوع ربنا باللغه العاميه البسيطه المصريه؟ دول ناس كل اللي هم عايزينه ان هم القليل من المأكل والمشرب والطاعة المكثفة بس باسم الصوفية عندي دجالين، عندي مشعوذين، عندي من يمارسون البعارة باسم الصوفية ويتم ضبط الكثير. دول يا أستاذي وباسم الإخوان إرهابيين، في إرهابيين فعلا وباسم السلفية يعني، بس لكنه في النهاية لا يسيء للصوفية كون أنه يستخدم الصوفية غطاء بالظبط. لا وبعدين يعني فج كتير قوي، وبعدين ايه كميه الالفاظ الشنيعه الرهيبه اللي بتتقال على في المسلسل. يعني انا ابني طفل عنده 8 سنين سالني عن كلمه والله انا ما كنت اعرفها، يعني بدل ما يبقى في السبع في السبع وصايا في كلمه يعني فجه جدا جدا. وقيس على ذلك كذا 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 موقف في كذا مشهد في كذا لفظ خارج. ده احنا في رمضان على الاقل، يعني الشهر الفضيل ده ليه حرمانيته ليه قدسيته. يعني انا مش معقول هبقى قاعده بتفرج على المسلسل حاطه ايدي على قلبي خايفه ان ابني ولا بنتي ولا وانسى اي حد يعني يسمع لفظ كده ولا كده. وبعدين انت المفروض ماسك من اول المسلسل لحد الحلقه بتاعه اللي انا شفتها امبارح كلها سلبيات، كلها ما طيب فيش في اي في جانب مضيء مشرق. في تفاحه ادم ايضا عشان بس يبقى حنان قد الدور الشيخه صبا، بس هو عموما يعني تم اتهام المسلسل ايضا بانه اساء للطرق الصوفيه طبعا، وحتى المغرب احتجوا ايضا وقالوا انه ليه شيخ مغربي وليه اظهارنا على اننا بلد الدجل والشعوذه بنلعب بلد السحر السبع بيضات وبنلعب بالكره والحجر ودي حقيقه. هم اظهروا الصوفيه كده، دي ما حدش ينكرها. وبعدين ده الجاهل قبل العالم يحط ايده على النقطه دي ان هم فعلا اتعمدوا قصدا ان هم يظهروا الصوفيه بان هم ناس بيلعبوا بالبيضه والحجر، ناس دجالين، ناس بتوع مولات وعكوسات وناس بتوع شعوذه وتسخير جن. ما كانتش العين بكت يا استاذ وائل صح؟ كنا عملنا لنا عمل كده حلينا مشاكل مصر كلها ولا ايه؟ لو بتعملوا اعمال لو في تسخير للصوفيه كنا حلينا ازمه مصر الاقتصاديه صح؟ كنا بس انا عملت تحقيقات صحفيه عن طرق صوفيه كثيره استخدم اصحابها الدجل والشعوذه ومقاومه الجان استخدموها في اعمال تتعلق بجمع المال والعلاقات مع النساء. هقول لحضرتك حاجه لطيفه جدا، ده كان في طريقه صوفيه عوقبت لانهم كانوا بيعملوا حاجه اسمها الخلوه. هقول لحضرتك حاجه لطيفه جدا، ربنا اللي هو ربنا اللي هو خلقنا عشان نعبده مفيش اجماع عليه صح؟ في ناس ملحدين صح؟ دي نقطه. النقطه الاهم حضرتك ان مفيش حد في الصوفية من الأئمة الأجلاء المعروفين اللي كلنا بنجمع عنهم إن هم ناس من أولياء الله الصالحين فيهم أي شبهة. طبيعي إن يبقى في دخيل، في مندس، في ناس بتبقى بتستغل الجهل اللي أنت حضرتك يعني لازم نأكد عليه. إحنا في مجتمع نسبة الأمية فيه 40%، لما يطلع مسلسل يعني لحد الآن بيشتغل على الناس وبيقول لهم ان احنا بالسحر وبالشعوذه وبالتسخير الجن وان احنا بنحقق كل الاحلام وكل الاوهام، انا دلوقتي واحده جهله لما اشوف ده هعمل ايه؟ اي حد هيستغل جهلي ده وهيشتغلني ويبتزني باي شكل سواء كان ماديا جسديا اي او عقليا. شايف ان الدراما مؤثره وبتوصل للناس طبعاً بسرعه يعني طبعا. ولذلك هو الدراما مفروض مسؤوله في توعيه وتربيه المشاهد. طيب نشوف مشاهد قبل ما اسال حنان سليمان، نشوف مشاهد الشيخه صباح في تفاحه ادم. يا كاشف الحجب الابيه وظاهر السر الخفي، افتح لنا باب رضاك وارزقنا من ابواب سماك، افتح لنا سكه خلاق هدايا من نور النبي مدد القلب حرقه الحزن واسود من الحسره.
صعبان عليه يشوف دموعي. افرحي والولد، افرحي من قلبك. انت شايفاها يا ستنا؟ شايفاها؟ خبره معاكي وعلى خطوة رجليكي. الحقيقة يا شيخة صبايا، الحقيقة مستورينا من الفضايح. معاذ الله يا بنتي، فضايح ايه؟ فضايح ايه؟ الراجل هيطلع من هدومه مش طايق الهدمة اللي عليه. ده انا ببقى هموت هموت لما حد غريب بيشوفه في الحلقة دي. معلوم معلوم يا بنتي معلوم. يا حي يا قيوم يا حي يا بنتي، بس الجلسة دي هتطول ومحتاج حد يمسكه كويس. انا يا اختي، انا يا اختي امسكولك واربطولك واكتفهولك، وانا بعمل حاجة غير كده. ده دلع. ماشي ماشي ماشي، يلا يا بنات روحوا انتوا. العفو السماح استنى، العفو السماح. هاي كوكي. ما تخافيش، ده احنا زملاء بس دفعة قديمة. ايه طيب يا شيخ رضوان؟ ده مصري سافر للمغرب في خلوة يتعبد في جبال الأطلس. أطلس؟ أيوة. وفي مرة الجماعة الأمازيغ اللي هم البربر دول، عارف، قالوا عليه إيه؟ إن هو سحر لواحدة من بناتهم وطلعوا عليه قطعوا عيدًا. جماعة بقى مشايخ الأطلس دول خافوا لا يعلنوا الخبر، تقوم الناس تقوم عليهم. قاموا قالوا إن الشيخ اترفع للسماء وهيرجع تاني. أيوة طبعًا، ما هو ما لقوش جثته. الناس بقى آمنت وصدقت ومستنيين رجوعه لحد دلوقتي. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الشيخة صباح العطار، الكشفة الوصلة، صاحبة الخطوة والكرامات، ما عدتش عليها لحظة واحدة ونسيت فيها كاميليا الصعب، أخطر نصابة وضريبة ورق في حي السيوف واسكندرية بحالها، لكن استطعمت الكذب وحلف عينيها الوش اللي لبسته. طب دكتور دعاء، قبل ما اسال، ايه شخص يعني الشيخه صباح؟ الشيخه صباح هنا يعني واضح ان هي عندها مشاكل بعيده كل البعد عن انها تكون صوفيه. دي واحده محتاله نصابه بتستغل فقر وجهل الناس وبتستغلهم وبتعمل عليهم شغل، لكن دي ما لهاش علاقه. طيب ما تتعاملوا معاه كده ليه؟ تعتبروا ده اساءه للصوفيه؟ هقول لحضرتك، لا طبعا حضرتك، يعني انت ليه واخد الصوفيه بشكل سلبي؟ ما تاخد الشكل الايجابي. دول ناس من اولياء الله الصالحين، وعارف يعني ايه من اولياء الله الصالحين؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دي ايه؟ طيب يعني المفروض ان اولياء الله الصالحين، اولياء الله الصالحين ما نتحايلش عليهم ونجسدهم بشخصية هي بعيدة كل البعد عنهم. حنان بدأت تحتاج، بندخل في مشكلة معاهم كده. أولياء الله الصالحين، ما ينفعش ان احنا نحط نفسنا في خانة ان احنا نشبه ولي من أولياء الله الصالحين بان هو مشعوذ او دجال او سكير او عربيد او 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 يعني انت. طيب حنان، ما ينفعش. ماشي، بداية أنا عايزة أرد على الدكتورة في أنها قالت أنها شايفة أن المسؤولية لا تقع على الممثل، وأن المسؤولية تقع بداية أولا وأخيرا على الكاتب. أنا بشوف أنها المسؤولية مشتركة، وخصوصا للفنان الواعي. لما يكون الفنان على قدر من الوعي وعنده من الخبرات اللي تؤهله أنه يختار ما يناسب معتقداته أو ما يعني ما يعبر عنه أو ما يعبر عن فكره. ده بالنسبة للمسؤولية اللي بتقع على الجميع. أنا شايف أنها بتقع على الجميع. الحاجة التانية، فكرة أن إحنا مش بنقول الصوفيين كلهم كده، ما حدش قال، ما فيش جملة اتقالت كده. وبعدين إحنا من زمان بيتقال على الممثلين والفنانات إنهم مش مظبوطين، وإن هم بيسلكوا سلوك مش مظبوط علشان يوصلوا للنجومية، وإن هم تصرفاتهم وحياتهم كلها يعني عربدة وسكر. ما طلعش حد من الفنانين اعترض ولا اتكلم. وأنا يعني عايزة أقولك إنه كتير من عندنا
بل اغلبنا ناس محترمه واصحاب عائلات واولاد واهل وهم ناس طبيعيين طبعا. ومع ذلك ما حدش طلع طرد وده لا ينفي وجود ان في ناس من اي مجال بصرف النظر بقى سواء بيتخفوا بعباءة الدين او الطب او الهندسة او اي مجال من المجالات في ناس مش كويسين مش مظبوطين وما تقلش في اي عمل من الاعمال انا ما شفتش يعني انا بتفرج على يعني على قد ما بقدر ما شفتش انه تقال انه بشكل معمم انه الصوفية كده ما تقلش ولا ان الطب كده ولا ان المحاماة كده بس بتقولك اللي هيشوف الشيخة صباح من النشأ يعني هيتعامل انه الصوفية كده لا الشعب طب اللي هيشوف لما ما هو نفس الحكاية اللي هيشوف اللي بيتقال كده على الفنانين انا اشوف ان الرد على الكلام ده بالفعل انا لما بيتقال على الفنانين ان هم مش محترمين انا بسلك سلوك منضبط انا يعني بتوجع لا انكر ان انا بتوجع لما بسمع ده بيتردد ده بيوجعني وبيؤلمني بس انا برد عليه بسلوكي انا برد عليه بالتزامي انا برد عليه باحترامي لذاتي وباحترامي الفني وباحترامي لمجتمعي انا بشوف انه يعني انه بدل ما اقعد اعترض واشجب واعمل يعني اضيع وقتي في الكلام ده اجتهد الوقت اللي بضيعه في ان انا اعمل بروباجندا في حاجه مش هتفيد في شيء ولا هتضيف بالعكس احيانا تضيف للعمل الفني وتزيد شهره وتزيد الناس اقبال عليه طيب خلينا يعني في الشيخه صباح يعني هنا هيقول لك انه ده اتهام للصوفيه ما هوش اطلاقا بالعكس لا دي نظره ضيقه جدا دي ست كانت نصابه وبعدين كبرت في السن مش هتقدر تمارس النصب لفتره كبيره سنها عمرها ظروفها ايا كان فلقت ان ده مجال اخر من النصب وفي نفس الوقت هي كمان شايفه على قد فهمها وعلى قد ثقافتها ان هي مش بتضر حد بل بالعكس بتقول كلام طيب كلام رباني هي عارفه ان هو يعني لا يفيد ولا ينفع لكن هو بينفع الناس الطيبين الغلابه اللي محتاجين بشكل يعني احيانا بالايحاء كده ناس بترتاح طب ده مفيش حاجه غلط لا خالص ده لا يوسم معلش بعد اذن حضرتك انت اتكلمت كتير وقلتي شرحتي وجهه نظرك وانا قاعده بسمع ده لا يوسم الصوفيه في اي ما بيوصمهاش في اي شيء مفيش حد قال ان الصوفيه كده او ان المتدينين كده محدش قال كده خالص ده سوري يعني ده مع احترامي الشديد جدا وانا لا اقصد الاساءه ده فراغ يعني ده ما عنديش حاجه اعملها لا انا ارد على ده بالفعل بعملي انا وبعدين بالتحديد بقى في الدين والتدين والصوفيه الصوفي ده علاقه روحانيه كما افهمها كما اتصورها بس كما توصل نصب ودجل وشعوذه يا استاذي احتيال بنسبه باسم ويسكي طب ما ده بيحصل ايوه ما هي ست نصابه انا ما بقولش وكان في المقابل البنت اللي هي بتعمله ريهام عبد الغفور شخصيه وايده شافت ده وروحيا حصل لها انجذاب روحي وهي مش بتستخدمي ايات قرانيه وبتستخدمي الدين وحصل انجذاب روحي في وسط ده لبعض الناس تضربي ازازه ويسكي بعدها هي نصابه يا استاذي هي ست نصابه وما قلناش انها غير نصابه هي نصابه طيب حضرتك وفي المقابل كان في شخصيه وايده وكان في شخصيه فاطمه الروحانيين اللي هم يعني اللي هم الشخصيات الروحانيه الصافيه منهم اللي هي اصلا جايه ما فيش وراها تاريخ مشين ومنهم اللي كان في عندها تاريخ مشين ومع ذلك رجعت فانا مش شايفه يعني انا شايفه انه ده فراغ مع احترامي الشديد مش قصدي اي يعني مش قصدي اساءه بس انا قصدي انه بدل ما نقعد ندين احنا نعمل حضرتك يعني يبقى في المقابل عمل اسالك سؤال اتفضلي حضرتك انت شايفه ان ده فراغ ان احنا بنشرب او بنحتاج انت بتاخدي الكلمه الصعبه خلي بالك انت خدتي الكلمه الصعبه على مشهد او على رساله مباشره وواضحه وصريحه للمشاهد وبتقولي ليا ان المفروض يكون في فعل نعمله اتجاه هذا الموقف او هذا زي ايه
انصحيني كده على الهواء قدام الناس اشتغل الهواء تستمري في متى فيما تؤمني بيه حضرتك حضرتك اكمل طيب انا برد على حضرتك اللي انت مش اللي حضرتك سالتيني برد على حضرتك اتفضلي كل يعني انا كل بقوله لك انك انت ايه الحل انك تعملي ايه انك تستمري فيما انت فيه زي ما انا بعمل زي ما غيري بيعمل انا بتشتم وغيري بيتشتم والمهنه اللي انا فيها بتوصم بافظع الصفات ومع ذلك انا مع احترامي لقدسيه حضرتك بتتكلمي من بدري انا ما قطعتك لا ما مش مشكله انها تبدي وجهه نظرها عشان ما تنساهاش اتفضلي حضرتك مع احترامي انا برد على الكلام اللي هي بتقوله هو السؤال هي بتسال ازاي بانها تستغرق فيما تفعله ولا طيب. ولا تلتفت لده طيب. وخصوصا ان هم تمام الجانب الديني تمام. حضرتك مع قدسيه مهنتك الجليله المحترمه اللي هي فوق راسي وما فيش عليها اي ملامه او اي لوم وانا ما قلتش اي حاجه على سيادتك اللي انا بقوله لك من باب اولى بدل ما حضرتك تجسدي شخصيه بتظهر الجانب الصوفي بشكل سلبي طب ما كان من باب اولى تجسديها بشكل ايجابي يا حضرتك انت مش عارفه ان نسبه الاميه في مصر 40% كم مشاهد امي جاهل هيشوف حضرتك وهيفهم على قد دماغه وهيبقى رد فعله ايه حضرتك انت ايه الصوفيه هيقول نصب وقواضه وضعاره بالظبط بالظبط حضرتك انت المفروض من خلال مهنتك المقدسه ده ليكي الصوفيه يا استاذ وائل انا بقول من بدري دي ست نصابه وراحت لطريق اخر من النصب طريقه من طرق النصب طريقه من طرق النصب في أيوة. شكل صوفي ها صح ايوه صح ايوه ايه يعني ايه الغلط في كده طب ما في بنطلع بنطلع ممثله منحرفه وبنطلع دكتور منحرف وبنطلع ضابط يا استاذه حنان انا بتكلم في نقطه مهمة جدا ليه مركزين على السلبيات في كل أعمالكم يعني تضيعوا وقتكم في أن أنتوا تجاهدوا في ده بدل ما تضيعوا وقتكم في أن أنتوا تشجبوا ده وتدينوا ده انشطوا فيما تعملون نشاطكم في أكمل طيب انشطوا فيما تعملون نشاطكم فيه واجتهادكم فيه وإخلاصكم فيه هو اللي حقيقة نشاطين خالص والله نشاطين أنا سبت حضرتك تقولي من بدري جدا أنا فضلت ساكتة يعني أن أنتوا تجتهدوا فيما تفعلون هو ده الرد القوي والقاطع على اي شكل انتوا تتصوروا انه مسيء او حتى المسيء يعني حتى يعني كمان انت المتدينين اكثر سموا واكثر علوا ولا يلتفتوا لكل ما هو يشينهم او يدينهم من المجتمعات بالعكس ده بيضيف لهم قوه وارتباط اكبر وبيرتبطوا والصله بينهم وبين الله عز وجل بتقترب لانه الثمن قوي هم بيدفعوا ثمن اكبر في انهم يقتربوا الى الله عز وجل خلينا نحتكم كده للشيخ مظهر شاهين خطيب وامام مسجد عمر مكرم شيخ مظهر اهلا بيك تحياتي اهلا وسهلا اهلا بيك ضيوف الكرام ورمضان كريم عليك اوعى يكون مسلسلات استهدفتك ولا حاجه في المسلسل ده تحديدا من المسلسلات اللي انا متابعها بصراحه لانه الشيخه صباح ايه بقى يعني هنا الصوفيون غاضبون بيقولوا انه بيطلعوا المشايخ دعاره وفسق وفجور ونصب شوف انا هتكلم في ثلاث نقط في الموضوع ده سريعا عشان وقت حضراتكم النقطه الاولى ان حضراتكم مع احترامي ليكم بتناقشوا موضوع لا علاقه له بالمسلسل خالص المسلسل من اول ثلاث مشاهد عرفنا ان هذه المراه الشيخه صباح اللي بتكسر دورها الفنانه حنان سليمان بكل احترافيه هي ليست صوفيه ولا تنتمي الى الصوفيه وانما هي نصابه ودجاله ارتدت زي الصوفية كاذبا وبهتانا وبالتالي أنا وأنا بشاهد المسلسل أنا لا أشاهد صوفية ولا أشاهد امرأة تنتسب إلى الصوفية ولكني أشاهد دجالة ونصابة بس الدكتورة دعاء بتقول لك المشاهد العادي هيتعامل معاها على إن هي دي الصوفية أنا هكمل أهو حضرتك أنا ترى المسلسل لو كان بيطلع واحدة صوفية بشكل حقيقي وان هي بجد منتسبه للصوفيه وبتمارس مع ذلك بعض السلبيات كنت هقول ان السلبيات دي بتعملها الصوفيه وبالتالي هناك اساءه للصوفيه انما انا من الوهله الاولى عرفت ان دي نصابه اسمها كوكو ولا مش عارف اسمها ايه ولها تاريخ في الدجل والنصب وانها لابسه زي الصوفيه عشان تنصب على الناس فانا امام مشهد بعيد كل البعد عن الاساءه للصوفيه طبعا الصوفيه ناس محترمين الصوفيه الحقه ناس محترمين ومتدينين وافاضل ولهم كل الاحترام الحاجة الثانية
انا مثلا لو بناقش مشكلة ان في طبيب واحد ليس طبيبا لبس بلط ابيض ودخل مستشفى اشتغل في المستشفى على انه طبيب، لما ناقش هذا الدور وناقش هذه القضية علشان اقول ان في بعض الدخلاء على المهنة بيرتدوا زي الاطباء وهم ليسوا اطباء، هل انا بذلك اسيء الى الاطباء الحقيقيين؟ طبعا لا، انا بقول يا جماعة خدوا بالكم ان هذه المهنة المحترمة الشريفة قد يندس في بينها او يندس فيها من ليس منهم، فبالتالي خدوا بالكم من المندسين دول. نمرة ثلاثة، انا هقول لحضرتك بقى ان هذه المشكلة هي مشكلة كبيرة جدا في المجتمع، وان انا من كنت بحترم الصوفية وبقعد معاهم وناس اصدقائي ومحترمين جدا، الا ان هذا الباب بالذات باب ادعاء الولاية وادعاء التصوف وانك تندس في وسطيهم وتضحك على الغلابة والفقرة باسم التصوف وسبحة في ايديك وشوية انت لست صوفي، انا بقول الصوفية الحقيقيين لهم كل احترام، لكن هذا الباب بالفعل أضير منه المجتمع في حقبة من الزمن وفي بعض الأماكن ضرر عظيم جدا. أنا أقول لحضرتك، مرة اتصلت بي أختي من إحدى قرى الصعيد في التليفون وقالت لي إنها لجأت إلى أحد الدجالين اللي برضو عامل نفس الحركات اللي عملها الشيخ الصباح في المسلسل ده، نفس يعني، وللأسف الشديد جامعها هي وأمها باسم العلاج والشفاء ومعرفش إيه، فأنا طلبت منها تروح تعمل محضر وعملت محضر بالفعل، وكانت مشكلة كبيرة جدا في هذا المكان. فده إنذار بيقول للناس إنه خدوا بالكم مفيش حاجة اسمها واحد يعرف الغيب وواحد يعرف اللي قاعدة بعيدة عنه يقول لها انت داري كتفك وداري شعرك، والناس الحاجات اللي كان فيه بعض الناس بتصدقها، فإن كان بيكشف إن الحاجات ليست حقيقة وإن مفيش حاجة اسمها واحد يخلي واحدة تخلف ويخليها تتجوز ويخليها ويبقى شايفها وهو بينه وبينها مسافات كتيرة، دي مشكلة مهمة إن كان المسلسل بيعالجها فبيعالجها بشكل كويس جدا، وهي بقى طيب. كل البعد عن الصوفية. خلينا اسمع دكتورة دعاء كده تعلق على كلام يعني شيخ مزغ بيقول ده موجود في المجتمع ويرتكب باسم الصوفية. يا أستاذي الفاضل، أولا مساء الخير يا شيخنا الجليل، كل سنة وانت طيب ورمضان كريم عليك. أنا قلت عامة مفيش خلاف على أن في ربنا، يعني حصل خلاف على وجود ربنا وفي ناس مؤمنة بوجوده وفي ناس بتنكر وجوده، ما بالك بحزب أو طائفة أو ديانة في عليها خلاف. النقطة المهمة اللي حضرتك أكدتها من خلال كلامك تمام، إن الصوفية دول ناس طيبين وعارفين ربنا وعارفين طريقهم وملهمش أطماع وكذا، وبيستغلوا في ناس بتستغل ان هم ناس ما بيتكلموش ملهمش اتجاهات سياسية ملهمش رؤى محددة ملهمش في اي حاجة، بيستغلوا ان هم ناس في حالهم وان هم يعملوا شغل عليهم ومن خلالهم، ودول بيبقوا نصابين ودجالين. الصوفية الحقيقية يا استاذي الفاضل او يا شيخنا الجليل ينقصها الكثير في بلدنا وفي مجتمعاتنا ومن شيوخنا ان هم يعرفوا الناس يعني ايه صوفية. انا وانت وكتير مننا صوفيين بس احنا عشان احنا عارفين وقارين ومطلعين وربنا ادانا من علمه ومن من نفحاته، احنا الحمد لله عارفين ان احنا صوفيين، لكن الدور والباقي على الناس الجهلاء الناس البسطاء الناس اللي هي ما عندهاش وعي ما عندهاش ثقافة، دول بيستغلوا وبيشتغل عليهم من نصابين ودجالين. والدجالين على فكرة مش بيلبسوا اللي هو جلباب الصوفي بس، لا، في ناس اللي لابساه حنان ده جلباب صوفي. طبعا جلباب صوفي طبعا. وانا انا 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 اتكلمت كمان على مسلسل السبع وصايا لانه صورة مشوهة وصورة، انا نفسي افهم من الكاتب هو عايز ايه، هو عايز يقول ايه، يعني الصوفية دول ناس ايه، يعني صورة فجة جدا وتشويه متعمد ومقصود للصوفية. ما عرفش حضرتك يا شيخنا شفتها ولا لا، بس انتوا عندكم ده المسلسل اللي التاني انا ما شفتوش، لكن انا مطلع خادم مسجد قواد يا شيخنا. لا الكلام ده شوف حضرتك، انا بقول الاول اللي شفته انا بتكلم عليه، اللي ما شفتوش يعني لازم اشوفه الاول عشان احكم على الدور ده ان كان مناسب او غير هو مناسب. هو مش خادم مسجد في الاصل بالنسبه لي الصوفيه. انا اكدت في اول كلامي ان هم ناس محترمين، لكن انا شايف ان المسلسل بيتكلم عن ادعياء التصوف، عن الناس اللي بتندس في وسط المتصوفه علشان يضحكوا على الناس.
وبينادي الناس خدوا بالكم ما فيش واحد بيتكلم. اللي بيكلموا على ان هم ادعياء تصوف من باب اولى ان احنا نفهم يعني ايه اصلا تصوف عشان نقدر نميز ما بين ما هو مدعي وما بين هو متصوف. بالفعل على ارض الواقع يا شيخنا يا شيخنا انت تعلم وادرى مني بكتير ان في ناس كتير جدا ما تعرفش يعني ايه كلمه صوفي. في ناس كتير جدا ما تعرفش يعني ايه فلسفه الصوفي. الموضوع كده يا استاذ وائل. ايوه تحول من هل ما يناقش ده جائز او غير جائز الى انه هو التصوف كويسه ولا وحشه. لا مش ده لب الموضوع بتاعنا يعني. ما هو اشمعنى انت بقول لك يعني لسه كل الاطباء يحتجون على مسلسل طبيب دكتور امراض نساء على اعتبار انه ما حدش عاوز يطلع على الشاشه في صوره سيئه، مع انه دايما وتاني بقول تاني انا صحفي وفي صحفيين فاسدين، في محامي وفي محامين فاسدين، في الصالح والطالح في كل مين. الصوفية أيضا فيها الصالح والطالح. معاك جدا. ما انتوش ملايكة. لا ما فيش ملايكة، الملائكة لا تعيش على الأرض، وأنا متفقة معاك كلية. على الشاشة ملائكة، فإحنا هنناقش مشاكلنا إزاي؟ ما أعتقدش دور الفن إن هو وما فيش حد فيهم كان بيقول على نفسه إن هو صوفي في الحق. كلهم مدعين، كلهم مدعين. عليك بعد كده. طيب أستاذ إبراهيم مجدي عضو مجلس إدارة العشيرة المحمدية. أستاذ إبراهيم أهلا بيك. أهلا بيك وائل بيك. أنت كمان مستاء من الإساءة للصوفية والتصوف؟ هو المسلسل دول مش صوفية، معرضهم المسلسل دول مش صوفية، مش صوفية حقا. دول مدعيين متصوفة زي ما حضرتك قلت، في صالح وفي طالح. انت بتسيء ليك المتصوفة دول، للأسف انت عندك مجتمع بيتلقى الحاجة مباشرة من الإعلام، أسهل حاجة بتوصل وسائل الإعلام أو فيعتقد ان هم دول الصوفية، هيعتقد ان هم دول الصوفية. زي ما الدكتورة دعاء قالت لك في ناس ما تعرفش يعني ايه تصوف، ما تعرفش بدأ ازاي، ما تعرفش نسقته ازاي، ما تعرفش هو باين مبني على منهجية ايه، ما تعرفش مين كبار المشايخ بتوع الطرق الصوفية، ما يعرفوش يعني ايه أولية، ما يعرفوش يعني ايه كرامات. والفرق ما بين المتاجرة بالكرامات، احنا عمرنا ما بنتاجر بالكرامات ولا بنتاجر بالكشف ولا بنتاجر بالروح. حنيات ديت احنا بنهتم بالشريعة الأول والحقيقة، وبعد كده ايه، وبعد كده تيجي الكرامات ديت جزء آخر حاجة بنفكر فيها. لكن أهم حاجة احنا دلوقتي القانون بتاع الطرق الصوفية بيتعدل ان مفيش أي حد يتصدى للدعوة. طب ايه اللي يضايقك، ايه اللي يضايقك من انه يبقى عندي شيخ صوفي منحرف على الشاشة، أو عندي الشيخة صباح ترتدي ملابس الصوفية؟ ان في هذا الوقت، في هذا الوقت التوقيت دوت انت في صراع ما بين المذهب المتشدد والمذاهب التكفيريه والمذهب الصوفي المعتدل اللي هو بيحاول يوصل وسطيه والاعتدال وروحانيات في الناس. انت عندك مذهب دلوقتي متشدد لسه متخطط. طيب منه. خلينا امسك في دي بقى. اذا استاذه حنان في النهايه هيقول لك انت بتخدمي المتطرفين والإرهابيين اللي بيحاربوا هذا الفكر الوسطي المستنير وبتخدمهم في تشويه الصوفية. أنا مدعية، أنا بمثل شخصية الشيخة صباح المدعية اللي هي في الأصل كاميليا المنحرفة. لا لابسة لبس صوفي. طيب أيوة، ما هي مدعية بتدعي إنها صوفية بتمارس، ده مش بيحصل ولا ما بيحصلش؟ وفي المقابل أكمل بس. وفي المقابل كان في اللي هم انجذبوا روحانيا وفعلا كانوا عندهم صدق في إيمانهم الروحاني، سواء شخصية فاطمة أو شخصية هويدة، والاتنين كانوا على اختلاف. اللي خلينا أقول ده لبس صوفي، دي ما هوش لبس صوفي ولا حاجه، ده لبس، دي عبايه عاديه يا فندم. دي بقى هقول لك متجابه منين، من الشارع، من الطلبيه. هو ده بيبقى مكتوب عليه ده لبس صوفي؟ مش عارفه. لا دي عبايات عاديه بتتباع في الشوارع، دي العبايات اللي الناس بتلبسها. هو عامه طيب. بيبقوا الناس لبسهم غايه في البساطه، غايه في الزهد، غايه في استاذ مجدي. استاذ ابراهيم، عشان استاذ ابراهيم تعليقك على الاستاذه حنان اتفضل. أنا عندي مشكلة أساساً، عندي مشكلة إن التصوف ده أرستقراطية الإسلام، أو بيتطلب يبقى عندك نوع من الثقافة قوية جداً أو فكرة عشان تنتمي لطرق صوفية حقة. فبيبقى عندك وصمة، حد بيشوهك دايماً، حد بيقول إن أنت نصاب، حد بيقول إن أنت دجال، حد بيقول إن أنت مشعوذ. يفاجئ إن الإعلام بيثبت لك الحكاية دي، بيثبت الفكرة عندك عند المواطن البسيط أو المواطن اللي هو عادي. أنت بتبقى أي طريقة دعوية أو أي شكل دعوي عايز ينتشر.
عايز ينتشر. استاذه حنان، انتوا ليه بتتجاهلوا الشخصيات الكويسه اللي موجوده في المسلسل؟ ما انا برد على حضرتك اهي، في شخصيات حقيقيه على صله روحانيه بالله عز وجل، حصل لها انجذاب روحاني وصديقي انجذاب روحاني ازاي؟ يعني صلتها بالله عز وجل، صلتها اقتربت زي الصوفيين، الجماعه الصوفيين دول على قد ما افهم يعني على 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 صله بالله اقرب من غيرهم من الناس، او كما يبدو او كما نعلم او كما يوصل لنا يعني ان هم صلتهم لا اقرب يعني لا على صله ده قويه يعني بالله، لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، على صله قويه بالله. على صله قويه بالله ده حصل لشخصيتين تانيين، دول ليه مش بتلتفتوا ليهم؟ احنا ليه بنلتفت وبنتصيد الحاجات اللي احنا نؤكد على انها تشن او انها بتدن، ومع ذلك الست بعد اذن حضرتك انا اسفه ان انا بقطع حضرتك. الست هي ما يعني مطروحه شخصيه نصابه، شخصيه نصابه، ما قلناش ان هي اصلا صوفيه. مثلتي حلو، مثلتي شخصيه نصابه حلو، احنا ما بنتكلمش في الدور. انت ايه النقطه الثانيه اللي عايز تقول عليها؟ اتفضل اتفضل. النقطه الثانيه زي ما بقول لك، نقطه الصراع على مستوى كبير جدا، ده الصراع على مستوى عالمي لدرجه ان انت عندك سفير امريكي درس تصوف 4 سنين اللي هو فرانسيس ريتشارد دوني، وكان موجود في مصر من 4 سنين سفير امريكي هنا في مصر، وكان ابتدى يتردد على الطرق الصوفيه، وابتدت تنتشر فكره ان انا هواجه الفكر المتطرف بالفكر الصوفي او الفكر المعتدل. فانت بتتكلم جزء دلوقتي، انت بتهد حكايه امن قومي، حاجه ليها اهتمام عالمي لدرجه ان هم بعتوا سفير دارس لغه عربيه، دارس تصوف، دارس فكر الطرق دي، بعتوه علشان يشوف يعمل الحكايه دي، يتناول الحكايه ازاي. يبقى هم مهتمين بالتصوف ومهتمين بالفكر المعتدل اكتر، ومهتمين بالسمو اكتر، ومهتمين بالارستقراطيه بتاعت الاسلام. وانت تقوم انتوا تعملوا كده؟ اللي انا عايزه اقوله خلاص، انا خلصت. طيب. اللي انا عايزه اقوله يعني يا استاذ وائل ان الصوفيه دي في كل الديانات وفي كل الثقافات، ظهرت في القرن الثالث هجري على يد الحلاج في العراق، تمام؟ كان ليها شكل يعني بسيط جدا في 3 معاني: تخلى، فتحلى، فتجلى. يعني اللي أنا بقوله دلوقتي، اللي بيظهر في شاشات التلفزيون واللي بتجسده الدراما، وده من السبق هم بيعملوه، يعني نجيب محفوظ ما هو كتب عن الصوفية وجسدته السينما المصرية، الغيطاني عمل حاجات فظيعة، بهاء طاهر برضك جسد وعمل حاجات جميلة. ليه دلوقتي وفي التوقيت ده تحديدا أنا مش لاقي إجابة بتظهروا الصوفية بشكل يعني يسيء ليها؟ ليه يا أستاذة حنان؟ انا حاسه ان في مزايده على امننا، ان احنا بنفسد امننا القومي في ايه؟ ده احنا اتضح مش اساءه لمشايخ بس، ده احنا دخلنا في امن قومي، عملاء وجواسيس. لا انا ما قلتش كده، ما هو حضرتك بتتكلمي في التوقيت ده. يعني ايه ازايد؟ يعني ان حضرتك مهتمه وحريصه اكتر على الامن القومي اكتر مننا، وده مش حقيقي، ده مش حقيقي. احنا شركاء في الوطن ده وكلنا بنخاف عليه وكلنا عايشين فيه، يبقى من باب اولى بيصيب وبيصيبنا، من باب اولى يبقى توجيهك وارشادك يبقى بشكل بناء وايجابي. حضرتك الشكل بناء وايجابي مش بشكل مش بشكل من زاويه ضيقه، وانا لا بزايد، انا لا بزايد ولا هزايد. حضرتك اتقالت الجمله دي كتير في التوقيت ده وفي التوقيت ده، ما هو ده والوقت ده يا استاذ وائل. حضرتك لو جبت كده مسح عشوائي على كل المسلسلات في رمضان هتلاقيها كلها سلبية. انت شايفة ده متعمد يعني؟ طبعا مش صدفة. وكم الألفاظ والخروج عن النص والخروج عن الأخلاقيات والأدبيات المصرية المحترمة كلها في المسلسلات. أنا مش فاهمة هو انتوا عايزين يعني، هم عايزين يقولولنا ايه؟ احنا خلاص بقينا منفتحين قوي كده لدرجة ان الالفاظ الفجة بتتقال كده على الهوا عادي مفيش مشكلة؟ ما فهموني، يمكن انا غلط. لا انا لا بزايد ولا هزايد، انا بتكلم كأم قبل ما اكون مسؤولة او ليا رسالة في المجتمع او في الحياة. انا بتكلم كأم، انا امتى هتفرج على التلفزيون مش حاطة ايدي على قلبي ان انا اشوف حاجة مهينة او حاجة فجة او اسمع لفظ خارج؟ دي مسؤولية مين يا استاذ وائل؟
طيب خلينا في حاجة كل الاحوال مع طبعا هي دخلت في الاطار العام يعني احنا دخلنا في حاجه ثانيه دلوقتي انه لا هي عايزه تقول ان ده جزء من كل انه الكل يعني وما ينطبق على الجزء ينطبق على الكل في جزء يتعلق بالصوفيه في كان معايا بعض الشخصيات اتكلموا عن انه في هدم للمجتمع وللمهن لكن خلينا نتعامل مع الفن على انه فن ده موضوع تاني نتعامل مع الفن ما هو ده لا الدكتور عشان اسال بس استاذه حنان في ده اتفضل بس انت كده بتضخمي الموضوع الاستاذ ابراهيم كمان بيتكلم عن الامن القومي طبعا إيه؟ اقول لحضرتك حاجه انت تعرف كم الموردين لمسجد البدوي السيد بدوي كام 3 مليون عارف صندوق النذور ده بيتحط فيه كام في السنه كام ملايين لصالح إيه؟ لصالح المسجد ولصالح الاوقاف ولصالح بيبقى فيها ليها تقسيمه كده صناديق النذور بيبقى لها تسنيده كده تمام لما الناس تشوف ده طب ما انت بتضيع حاجه يعني بتضيع الفلوس حتى والاموال بتضيع صباح تهدر اموال الدوله شيخ صباح عامله كل البلاوي دي لا مش الشيخة صباح انا بتكلم نموذج كمان يعني نموذج. انا بتكلم تحديدا تاني على السبع وصايا انا كان نفسي افهم هو الكاتب عايز ايه انا جيت غلط انا عايزه افهم الكاتب عايز حد يكلمها فيه يوصل ايه عن الصوفيه عايز يقول ايه يعني انا خليني هم برضه حلل هم انا اتفرجت على سبع وصايا هم ما حدش فيهم بيقول ان هم بالعكس قال ان ده الصوفي دول ناس قتله وابتدوا يدوروا لنفسهم على طريقه حياه في الحياه وما عندهمش امكانيات ان تظهر شخصيات شيطانيه هذه الشخصية الشيطانية هي الموجودة في المسلسل لا يجب أن أسقطها على الواقع وإلا لما هيبقى فيه بقى مسلسل هيجيب المهنة إيه هيشتغل إزاي لو المحامين خايفين والأطباء هيشتموا والصحفيين هيقولوا اوعى تجوا جنبنا والصوفيين اوعى تجيب الصوفية إلا بشكل يعني نعدل الكفة شوية نظهر السلبيات أحيانا نتعلم الأدب من قليل الادب يعني او تتعلم الصح بالغلط من الاخطاء تمام وبالتالي طيب الاخطاء هي وسيله لتعليم الصح كان في شخصيات سويه وكان في شخصيات روحانيه سليمه انا بتكلم عن السبع وصايا لان انا يعني شفت حضرتك في جانب حته معينه ما تابعتش المسلسل عشان اكون فير انا بتكلم تحديدا على شفت اللي هي مشاهد الشيخة صباح بتكلم تحديدا على السبع وصايا من A to Z تشويه خليني اتوجه اليكما بالشكر في كل الاحوال يعني هذه المناقشات اتوجه بالشكر للشيخ مظهر شاهين والاستاذ ابراهيم مجدي و بتوجه بالشكر الدكتورة دعاء وأستاذة حنان سليمان المناقشات هتبقى مفيدة ليه لأنه دايما الصدام ما بين الفن وما بين أصحاب المهن في الواقع أو الصدام المتعلق بحرية الإبداع وحدوده هذا الصدام سوف يستمر وهنلاقيه دايما موجود وناقشناه كثيرا من بداية مسلسلات رمضان لكن يبدو أنه النغمة زائدة هذا العام سواء في الاتهامات للمسلسلات بأنها تنشر الفسق والفجور وتدعو إلى الإباحية هكذا يقول البعض لكن كمان علينا أن نتعامل مع الفن كفن الفن يحاكم أمام قضية طبيعي وهو النقد الفني لا يجب أن يذهب البعض إلى المحاكم وانتوا باين قدمتوا بلاغ ولا هتقدموا بلاغ ولا إيه أنا سمع في التقرير قدمتوا بلاغ لا لسه لكن هتقدم يا مو سهل ودايما اصحاب المهن عاوزين يبقوا ملائكه على الشاشه في كل الاحوال الصوفيون غاضبون هذه المناقشه المشاهد بقى يحدد احنا امام شخصيات شيطانيه بتطلع على الشاشه وبالتالي لا تسيء الى الجميع لكن للاسف هيظل اصحاب المهن واصحاب التجمعات مش الصوفية بس أصحاب كل التجمعات سيغضبون إذا تم المساس بهم إن شاء الله هنكون معاكم غدا في حلقة جديدة هنكون معنا الفنانة درة هتكلم عن برلنتي عبد الحميد وعن سجن النساء وهنتابع معاكم كمان تداعيات العملية الإرهابية اللي إن شاء الله مصر ستنتصر على الإرهاب علينا أن نلتف
حول القوات المسلحة، الهدف هو إسقاط الجيش وإسقاط الدولة. الجيش المصري أنقذ مصر من مخططات نشاهدها حولنا في ليبيا وفي سوريا وفي العراق، علينا أن نتباهى به وعلينا أن نلتف حوله. إلى اللقاء غدا إن شاء الله.